الحين كل واحد تضرب تسوي انفجار. تمام، عسل على عسل، كلنا حلوين. السلام عليكم شباب، معكم عبدل من جيمينج تايم، وجاب لكم اليوم شرح على الايفنت الجديد ثيتر ميكانيكس اللي كثير من الناس طلب مساعده فيه، طلب شرح له، طلب تغطيه له. وحتى لو انت كملت الايفنت بوريكم كم من اشياء خليكم تستانسون عليه وتدخلون عليه وتحاولون تحطون بعض الارقام الخرافيه وتسوون بلدات غير طبيعيه في الايفنت هذا كله. الايفنت ممتع جدا، عيبه بشكل اساسي وكبير لان احنا العرب انه ما في لغه عربيه، ولان في بقربة 100 بطاقه وهذره كثيره وسوالف كثيره، ولازم تفهمهم عشان تركبهم مع بعض وتطلع لك البلد اللي يضرب مليون مليونين 300. اذا انت من الناس اللي تعاني من الشغله هذه لا تحاتي، الشباب اللي في الديسكورد ما قصروا، امس طلبت منهم يترجمونها ما شاء الله عليهم، في يمكن 6-7 ساعات ترجموا 100 وحاجه بطاقه بتفاصيل دقيقه كذا فضرب العالمين. ثم دحمي اماني ازوار وياسمي وبيم، دول طبوا ترجموها سريع سريع وموجود عندكم الان في الديسكورد، اللينك في الديسكربشن في قسم الترجمه، بحطها في الانستغرام برتبها بطريقه جيده وحليوه ومرتبه، وبحطها بشروحات، اللينك في الديسكربشن الاثنين باذن الله. حلو، فالناس اللي تبي الشروحات هذه بدها تلقاها هناك وتبني البلد المثالي لها. بس انا بسوي الفيديو هذا للناس اللي يقولون والله ما عندي اللغه الانجليزيه، ما لي خلق اقرا وترجم واسوي الكلام هذا كله، عبد الرحمن اشرح لي اياها بطريقه بسيطه وحليوه، وبعلمك بالنظر على بعض العلامات تشوفها تقول اوه انا باخذ التطوير هذا ولا الشغله هذه، ويطلع لك العاده 80% ارقام خنفشاريه وبلجيه. اوكي خلينا نبدا. واحد الايفنت اللي فيكم ما يدري عند الايفنت الان بيستمر معنا 8 ايام تقريبا، ويمديك تجمع منه بعض الجوائز اللي تشتريها من الشوب. ما راح يجيك الجوائز على طول، راح يعطونك عملات، العملات تصرفها في الشوب وتشتري لك اشياء مختلفه من برايم وجيم، كتب تلفيل تالنتات، كتب تلفيل اكس بي ولا المورا. طرق تجميع العملات هذه اللي يسمونها وندرس تالزمن، اذا بغلطان يس وندرس تالزمن. العملات هذه تسويها عن طريق تحديات بسيطه، تخلص المرحله الثالثه السادسه العاشره داخل اللعبه، تذبح عدد معين من الوحوش 500 ولا 2000. في البدايه تحس عدد كبير بس وانت قاعد تلعب تحس انك سويته بدون ما تدري شو السالفه. تقريبا تجمع كميه معينه من النقاط 20000 ولا 50000، تخلص التحدي الخامس واللي اعلى منه بس تركب 12 مدفع او اقل مو باكثر، يمكن اغث واحد فيهم بس الله يقبل هناك، بس يعتبر اغث واحد فيهم. يتخلص المرحله السابعه والتاسعه بدون ما ينقص الاتش بي حق القاعده تحت 15، تجمع 400 نقطه تحدي في المستوى الثاني والرابع والسادس والثامن. اشياء بسيطه وانت تسويها وانت قاعد تلعب، راح تسويها بدون ما تحس نهائيا اذا فهمت قواعد اللعبه. خلينا نسويها مع بعض. انا الايفنت بشكل بسيط، احد الاشياء اللي استمتع فيها في الايفنت هذا بشكل غير طبيعي، كل مرحله عندك 10 مراحل مختلفه لها خريطه معينه وعندك هدف معين واساسي ثابت في كل المراحل. عندك قاعده او قاعدتين تحاول تدفع عنهم، وفي عدد معين من البوابات حق الوحوش اللي يطلعون منها الوحوش. كل بوابه راح تلقى فيها خط معين يوريك المسار اللي راح يمشون عليه الوحوش. انت هدفك انك تحط دفاعات في المسار هذا بحيث تذبح الوحوش هذه قبل وصول القاعده حقتك ويدمرونها. اذا وصل عدد معين من الوحوش القاعده راح يدمرون، بدايه اللعبه 20 بعدها يصير 25 واخر شيء يصير 30. بس اذا وصلوا ذولي للقاعده حقتك نقصت الطاقه حقتها وتدمرت. في البدايه المدافع حقين يقدمجهم محترم وجيد ويمديك تستخدمهم كلهم، عندك مدفع مائي، ناري، كهربائي، هوائي، ثلجي، الفيزيكال، الفخ اللي يتدمر يختفي من الخريطه، التشاريتي اللي يزيد النقاط اللي يعطونك اياها الوحوش اذا ماتوا، لان اذا ذبحتهم يعطونك نقاط يمديك تبني فيها مدافع اكثر وتطور مدافعك اكثر واكثر واكثر. اذا مروا على المنطقه هذه يصيرون ابطا وتجيك نقاط اكثر اذا ماتوا حول المنطقه حقتها. هذه تزيد قوه الهجوم حقت المدافع حقينك. ذا فخ يمسك الوحوش مده 3 ثواني ويتدمر بعدها، لازم تحط فخ ثاني او تطوره بحيث انه ما يتدمر. اجين بطريقه التطوير بتكلم عنها بعد شوي. اخر حاجه البانشمنت عباره عن برج يدف الناس من حوله، اللي قدام راح يدفهم قدام، اللي ورا يدفهم ورا، واللي يعني من يسار راح يدفهم في اتجاه حق. حلو، ذولي في بدايه اللعبه دمجهم حلو وجيد ويذبحون لك الوحوش بسهوله معينه، لكن كما تقدمت من الدور الاول الثاني الثالث الرابع الخامس قوه الوحوش تزداد، انواعهم تختلف ولازم تكون عندك ابراج قويه. لازم تستخدم بطايق التطوير عشان تزيد قوه الدفاعات حقينك، الابراج والتاثيرات الاضافيه حقت. الان البطايق دي لها تاثيرات كثيره، عند قرابه ال 102 بطاقه فيها زحمه تاثيرات وقدرات وخربطه وبلاوي، واذا سويت بطاقتين مع بعض يطلع لهم تاثير خنفشاري، مو بالكل راح يمدي يسوي الشيء هذا. فبعلمكم في الفيديو ذا شلون تلعبونه مثل ما كنت العب الالعاب اليابانيه وانا صغير، ما افهم ولا شيء، العب العاب ار بي جي بناء على العلامات اللي تطلع واستوعب وين المفروض اروح. فكل اللي بهتم فيه العلامه اللي فوق اللي منها راح نعرف شنو نوع البطاقه هذه وبستخدمها في الفايت اللي بعد شوي بنسويه مع بعض باذن الله. التشكيله الاولى بطايق الشجاعه ولا الجراه اللي عباره عن قوه اضافيه للاعداء اللي موجودين قدامك، تزيد دفاعهم، اتش بيهم، ليفلهم، اذا وصلوا القاعده بيعتبرون دبل النقاط او ينقصون دبل النقاط من القاعده حقتك، اذا وصلوا ذولي يخلون المراحل اصعب لانه يقوون الوحوش، لكن اذا الوحوش راح يعطونك نقاط اكثر اذا
ذبحتهم فيمديك تطور ادواتك اسرع واسرع واسرع، حلو، بشرط ان يمديك تتصرف معاهم بالطريقه الصح. مستك او البطايق او التطويرات السحريه فيها زحمه اشياء، ذي فيها تنوع بلدات الله لا يوري، بلاوي كثيره، يمديك تسوي بلد كل ما جاتك عقوبه كان صرت اقوى واقوى واقوى وكلام كثير. بس بالنسبه لكم لاغلبيتكم اهم بطاقتين تركزون عليها، بطاقه رقم 3 تعبي 5 من طاقه القاعده حقتك وما راح تموت بسهوله، وبطاقه رقم 6 راح ياخذون منك 500 نقطه الان، بس بعد الدور الجاي واللي بعده واللي بعده واللي بعده دائما راح يعطونك 500 نقطه اضافيه، فحلو تاخذ بدايه اللعبه سي تاخذ نهايه اللعبه، حلو. رقم 3 ورقم 7 عشان تعرفون من الارقام حقتكم، ما تحتاج تدخلون في التفاصيل. فورتشن ستيك ولا بطايق ولا تطويرات الحظ، ذي مربوطه بالعناصر حقينك. انت اخترت دفاع ثلجي، ركز على بطايق ثلجيه. اخترت دفاع ناري، ركز على بطايق ناريه. مائي، على البطايق المائيه. طبعا في لهم مسوي ندوره، الرصاصي اقل ندوره قيمته 200، الاخضر ولا الازرق اللي اعلى ندوره قيمته 500، وين 500. البرتغالي واللي اعلى ندوره بينهم كلهم واللي قيمته 1500 يعتبر غالي كلش، بس يعطيك بفات قديمه وقويه، وذول ينفتحون مع التلفيل لك الحساب حقك، تمام. اخر حاجه العقوبات، العقوبات ما راح يجونك لحالهم، ما في بطاقه عقاب تجيك مباشره لحالها، تجيك بطاقه تطوير وفيها كلمه بنفسجيه فوق وكلمه بنفسجيه تحت. هذه تقول لك البطاقه راح تجيك بقيمه اقل عليها خصم، مثلا هي قيمتها 200 راح تلقاها ب 100 ولا 125، بس عندها تاثير سلبي انت ما تدري شنو بالضبط، ويكون عشوائي واحد من ذولي وما راح تدري عنه لين تاخذ التطوير نفسه. انت هدفك تبعد عن ذولي، خاصه لما راح تقرا التفاصيل ما راح تعرف تاثير البطايق بعد عن ذولي قد ما تقدر، لان بعضهم يدمر المدافع حقينك، بعضهم ينقص قوه مدفع النار، الماي، الثلج، وبعضهم اذا محظوظ ما لهم تاثير، حلو؟ اجين ما راح تدري لين تاخذ البطاقه هذه وتعرف بليتها بعدين. النصيحه الاخيره اللي بقولها قبل الطب في معمعات القتال نفسها، اذا حسيت بعض المراحل صعبه عليك، المرحله الثانيه، الثالثه، الرابعه، العاشره، صعبه حاولتها مره ثنتين ما قدرت تسويها، النصيحه العامه ارجع المرحله الاولى ولا الثانيه، سوها مره وثنتين وثلاثه، كل مره تسويها يعطونك نقاط، والنقاط دي تلفل الحساب حقك للليفل 10 اللي هو الليفل الاقصى اللي موجود عندنا. الليفل هذا راح يسمح لك تسوي اشياء وارد، يزيد الطاقه حقت القاعده من 20 ل 30، يعطيك فلوس اكثر بدايه المرحله، بدل ما يعطيك 3500 يعطيك 5000، يسمح لك تختار من 4 بطايق بدل ما تكون 3 بطايق بالتطوير، ده شيء حلو جدا بالنسبه لك، راح يعطيك حظ خرافي حق البطايق حقينك فيطرح لك اشياء جيده قويه وتصلح البلدات حقينك، واخر حاجه راح يعطيك 4 فرص بدل 3 فرص انك ترجع البطايق ببلاش، اوكي؟ الان خلينا ندخل ونطبق الاشياء اللي تعلمناها في ارض الواقع، ندخل المرحله هذه فيها بوابتين فيمدينا نجرب بلدات حليوه في نفس الوقت ما تكون صعبه واجد وتكون حلوه كمرحله تدريبيه بالنسبه لكم، حلو؟ نخش هنا ستارت. الان دخلنا المرحله هذه في اشياء مهمه لازم نعرفها في البدايه، واحد ما راح تجينا تطويرات مدافع الماي والثلج اللي موجوده عندنا تحت، فاذا حاطين في بالنا خطه معينه، عنصر معين راح نبنيه، اهم شيء ما يكون في ماي ولا ثلج. يمدينا نستخدم البرج نفسه بس ما راح يمدينا نطوره، فراح يكون دمجه جدا سيء ومتواضع. رقم واحد. رقم اثنين عندنا بوابتين، بوابه رقم واحد واثنين. كل دور ولا كل ويف ولا كل خلينا نقول موجه من الوحوش راح تطلع ويعلمك البوابه الاولى، بوابه رقم واحد، من الوحوش راح يطلعون منها. بوابه رقم اثنين من الوحوش راح يطلعون منها. الثاني انه راح يوريك اخر وحوش راح تقابلهم شو العنصر حقهم، فتحاول تحط عنصر يصير كاونتر لهم ينفع ضدهم بشكل جيد. بما ان عندنا وحوش ثلجيه كثيره راح استخدم طلقات ناريه ولا اسلحه ناريه ولا ابراج ناريه، حلو. الان في البدايه ما راح اتفلسف واجد، بحط دفاعات ناريه بسيطه جدا، عندي دفاع ناري هنا ودفاع ناري هنا. يمديك تحط بالنقاط حقينك كلها دفاعات، مع اني ما انصح بالشيء هذا لان تحط فكره بسيطه اساسيه ومن خلالها تطور دفاعاتك اكثر واكثر واكثر. فالفكره حقتي مثلا العاده القاعده اللي دائما اسويها، احط منطقه زي هذه لان اغلبيه الوحوش بخليهم يموتون هنا، والمدفعين ذول الناري راح يذبحون الوحوش في المنطقه هذه ويعطون نقاط كثيره في نفس الوقت. راح استخدم جين بالاي حقتها عشان اوقفهم، ولا بسورل ولا بالاي حقت الشخصيه الرئيسيه، اي حاجه تخليهم يوقفون في المنطقه هذه واجمع نقاط كثيره منهم. يمديني اعبي دفاعات كثيره بس راح يستهلك نقاط حقيني ويمنعني اطور بطايق ولا الدفاعات حقيني. الان انا قررت اوريدي البلد حقي شنو هو؟ ناري. بحط مدفع واحد ثلجي قدام بس عشان يبطل الوحوش واللي يحط عليهم علامه الماي، حلو؟ انا شيء اللي بريد شو مدفع ثلجي بنطوره بعدين، حلو؟ بحط بس قدام مؤقت بالنسبه لنا. الان الويب الاول بخلي الوحوش زي ما هم وراح اسوي حاجه، ضرباتنا دمجها حليو لا باس فيها، بس دمجها مو بعالي لدرجه انه يبرد الخاطر ويطلع لك ارقام حليوه. فهدفي بيموتون سريع سريع هناك. هدفي اني احاول اذبحهم بدون ما اصرف اي نقاط في الدور الاول عشان يمديني اخذ راحتي وانا اطور الوحوش. يمديني اجمعهم زي ما قلت لكم بالاي حقت جين، والطلقات ذولي تعطيني وحوش اكثر، ولا الوحوش يموتون هنا يعطوني نقاط اكثر واكثر واكثر ونبدع فيها. يسهل علينا التطوير، شوف اي احد يموت تشوف النقاط حقتها تجي في البرج هذا فتعطيني نقاط اكثر واكثر، غير النقاط اللي يعطيك اياها اصلا الوحش اذا ما وعدته. حلو؟ الكاركترات الهوائيه خنفشارين في المرحله هذه، وبالذات جين، جين من الكاركترات اللي تبدع في الايفنت هذا بشكل غير طبيعي. يمديها تذبح وحوش بسهوله، ويمديك تقتل وحوش في الحفره هذه تموتهم سريع بدون مشاكل. حلو؟ الان
اللي خلصنا الدور الاول عندنا 5 ادوار او 5 راوندات، الراوند الثاني راح يجون نفس الوحوش من نفس الترتيب حقهم، ما عندي مشكله. الان ببدا اطور الدفاعات حقيني. في التطوير العاده اذا انت حطيت البطايق المترجم على يمينك واخترت بلد معين، بلد النار، تطلع صفحه النار بس وتختار البطايق المثاليه بالنسبه لك. الان احنا تكلمنا بدايه الفيديو راح نلعبها بدون ما نعرف ولا حاجه، كنا ما نعرف ولا كلمه انجليزيه واحده. فبطلع العلامات هذه، فيها علامه نار؟ لا، اضغط تحت. في علامه نار؟ حلو، باخذ علامه نار وباخذها. وبمشي بالدور هذا، في علامه نار؟ خذها. في علامه نار ما في؟ سكرها. بمشي بهذه فكرتي بالضبط، في علامه نار؟ سكرها. ما في علامه نار او في علامه نار عندنا؟ خذها. هذا اللي انت بتسويه بالضبط بدون اي تفلسف ثاني. طبعا اذا انت فاهم الكمبوات حقينك بيكون شغلهم عدل. طبعا عندي اللي صار افضل بالنسبه لي، بس انهم اذا انت مو بعرف الكمبوات حقي، اذا انت فاهم الكمبوات وبتسوي كمبو قوي واحد معين راح تبدع فيه وطلع لك ارقام خنفشاريه. بس الفكره حقت الفيديو لو ان انت ما عندك اي خلفيه في اللغه الانجليزيه، جدد لما تجيك شخصيه ناريه، جدد في شيء ناري، جدد ناري على اليسار، ثانك يو، وبتشوفوا الارقام شلون فجاه تطلع لنا ارقام كذا حلوه، ثانك يو. اللي بعدها نار. بوصل هنا وقفنا في المنطقه هذه. الان انا ما عندي فلوس كافيه اني اصرف على ذي، وهذه نار بس عمري ما استخدمها لان في تاثير سلبي ولا في عقاب معين لها، ما راح اختارها نهائيا. خلصوا النقط حقيني، اطلع اضغط حرف البي عشان اقول يلا نجهز الدور اللي بعده، تعاوننا بوحوش اكثر وليوفات اكثر. الان ما دفع النار حقت تطورت، صارت تطق من فوق وتسوي قصف اريم. شوف هذا بس مجرد انه سوينا سبام حق تطويرات النار، قامت تضرب 13000 في المدفع الواحد، ده رقم جدا عالي. ولا تصوب من بعيد، فهمتك؟ تضرب لك الوحوش قبل لا يوصلون حتى عند الدرج، يموتون. يموت قبل الدرج، صح؟ ييه. سهله، حلو؟ هذا الخطوه الاولى حقتنا. وهم قاعدين يموتون، عندنا الفرصه نطور اكثر واكثر او نحط مدافع اكثر. بجي اقول والله انا بدافع اكثر، حط لك مدفع هنا اذا امكن، وفي مدفع اليمين هنا. دول ايش حالاتهم؟ وبحط اذا بغيت شيء يزيد قوه الوحوش ولا الكاركترات حقيني ولا المدافع حقيني. فكل برج اللي تكلمنا عنه اللي يزيد قوة الوحوش حقينا ولا مدافع، حطه. أي أحد من المدافع حول البرج هذا راح يزاد الدمج حقه. الوحوش راح يجينها منطقة لها تأثيرات مختلفة إذا سريع من الذين، فبننتبه منه وهو مار. العادة ودك تحط أشياء بطيئة إذا أنت عارف البطايق والتطويرات حقتها، المفروض تحط شيء بطيء عشان يبطئ الوحش هذا وهو جاي جهتك. بس إذا احنا مو بعارفين لازم نعتمد على كلهم زاد الدمج حقهم، شوف الأسهم اللي على فوق إن شاء الله بيبدعون ويانا. إذا احنا مو بعارفين بالضبط شو التطويرات حقتنا، نكتفي بس إن نحاول نتحكم فيهم بنفسنا، معناها عندنا جين، عندنا شخصية مائية، ثلجية، هوائية، نبطئهم على بال ما يضربونهم الأبراج النارية حقتنا، وكثر عدد الأبراج النارية. حلو؟ جين من يطلعون من ذيك الجهة راح أسوي له دمج حليو عليهم، نخصفهم من فوق قصف أليم. إن شاء الله بيضرب الموت، عادة، عسل على عسل. ذول بيضربون مع بعض كلهم بالويف. شغل عدل، وإذا قربوا المنطقة هذه راح يصيرون أبطأ. راح يسوون يجيهم دمج اكثر لانهم بطيئين، وكل ما يموتون يا سلام، كل ما يموتون راح يحطون نقاط اكثر واكثر واكثر. عسل على عسل، احنا شغلتنا نطالع حراس، احد بيجي بيعد المنطقه هذه ارجع برا. عندنا والله وحوش عندهم درع ثلجي غثيثين، ما عندنا دفاع ثلجي او ناري، متوهقين، نستخدم شخصياتنا الناريه عشان نكسر الدفاع حقهم. بيساعدنا اكثر واكثر واكثر. الويف اللي بعده هذا شحلاته. الان مهم كذلك اتكلم عن عناصر الفريق حقينك، لانهم ما راح يسوون دمج، ضرباتك داخل المرحله هذه كلها تنضرب بصفر، بس ما زالوا اعضاء الفريق مهمين واجد. لان مثلا بارب اذا عندك دفاع ثلجي تضربهم بالماي يتجمدون بشكل نهائي، اذا عندك دفاع ماء يجين يتجمدهم بشكل نهائي، او جانيو يتجمدهم بشكل نهائي، اذا عندك وحوش اليين جايين تضربهم في عينهم يطيحون فتاخذ راحتك من تضربهم بالدافع وتسوي دمج عالي. الكلي تدمر الدروع الحجريه وتذوب الدروع الثلجيه فجيده بالنسبه لنا. جين تجمع لك الوحوش في منطقه واحده وتوزع العناصر اذا كنت بتسوي شيء هذا. هذا حرفيا ذا لو انت ما راح تقرا ولا حاجه، انت بس تطلع لا ما في نار، ما في، مع السلامه. اللي بعده في نار، ما في نار، اللي بعده ما في نار، ليت خلص النقاط بقيت ما سويت ولا برج اضافي، بس ما عندي فلوس، فاين نبدا الويف اللي بعده. الان دمجهم صار اقوى، تضرب مسافه ابعد، شغلهم محترم. ذول سريعين فيخوفون وغثيثين شوي، بس دمجهم ما زال خنفشاري، يضرب 42000 يعني كل ضربه. ذول سريعين وغثيثين، فاذا عد احد فيهم باخره اقدر اسوي الحركه هذه عشان اخره، مع انه مو بلازم لان دمجنا الله حق يعني محترم جدا. يمدينا نقصف 75، اثق ولا ما اثق؟ اثق ولا ما اثق؟ وعدوا عد برضه اذا وقفتهم. وماتوا من بعيد ذبحوهم، قد جاب ثقتنا كانت مكانها. وصلنا الدور الاخير واللي احنا مجهزين كاونتر له محترم. شغلتنا في الدور هذا ان الوحوش اللي مارين ثلجيين، فاحنا كل العناصر حقتنا ناريه فضدهم 100%. الان بزيد دفاعاتي اكثر واكثر واكثر. خلصنا نقاطنا، ما عندنا ولا حاجه، نبدا الجيم. والان العاده الدمج حقنا عالي لدرجة ان الوحوش اغلبيتهم بيموتوا قبل يطلعون من المناطق حقتهم والبوابات حقتهم، لان دمجه جدا عالي. واحنا شو اللي سوينا بدون ما نقرا ولا حاجه؟ كل اللي سويناه بس كليك كليك كليك، شفنا احنا بلد ناري بنبني عليه، كليك كليك ناري، ذات المرحله الاخيره. هذا اللي تحاول تسويه في بالك قد ما تقدر، وعلى حسب النقاط اللي تجمعها انت هدفك تجيب 400 اقل حاجه عشان تسوي بعض التحديات،
بس اذا اتبعت القاعده هذه والخطه هذه حتى لو ما تقرا ولا حاجه 80% من الوقت توصل لبلد خنفشاري ما تتعب ولا تعاني معاه نهائيا. مو بدي اطول عليكم اكثر من كذا، اذا استفدتم من الفيديو فادكم اعطاكم بعض المعلومات الحلوه وسبسكرايب لايك كومنت فعل جرس التنبيه عشان يجيك تنبيه الفيديوهات الجايه باذن الله. اذا حد من ربعك معاني من الفيديو هذا من الفيديو معاني من الايفنت هذا وتحس بيسوي من الفيديو سوي له شير مع الفيديو سوري سوي له شير عشان تفيده تفيدني وان شاء الله يرد لك مردود باذن الله خير باذن الله رب العالمين. كذلك عندي البثوث اليوميه على تويتش من الساعه 8 للساعه 11 بس الثاني والخميس والجمعه. الجمعه عندنا جلسه لطيفه في الديسكورد ندخل نشرف معاكم ندخل فويس تشات نجاوب على اسئلتكم العام عن الجيم جنشن عن اي حاجه ثانيه. الجو لطيف جدا وخفيف وحلو. اللينك والبلاوي كلها في الديسكربشن. اشوفكم المره الجايه. باي.